لكن المستعمرين اليهود في فلسطين لهم منطق آخر أريد أن أسلط الأضواء عليه ليكشف جيدا. هؤلاء يقولون بسم الله نأخذ أرضكم، بسم الله نقتلكم. هؤلاء يقولون إننا أولاد الأنبياء وتلك الأرض ميراثنا. هؤلاء يهجمون علينا باسم الدين، باسم اليهودية. أغرب ما في الموقف أن الإسلام الذي كان يجب أن يكون قاعدة الدفاع يختفي وتحل محله عناوين أخرى، قومية، عروبة، حقوق الإنسان، علمانية، أي شيء يمكن أن يقال إلا الإسلام. هذا هو المنكر الذي أريد تسليط الضوء عليه. إن الانتماء الإسلامي هو حجر الزاوية في الجهاد الفلسطيني. ومعركة فلسطين منذ بدأت من الأزل معركة دينية وستبقى دينية. فكون خصومنا يستحضرون مشاعرهم الدينية وذكرياتهم الدينية وآمالهم الدينية في الوقت الذي نرى فيه عربا كثيرين يبتعدون عن الإسلام أو يكرهون عنوانه أو يرفضون السير تحت رايته، هذا هو خذلان الدنيا والآخرة.